الإعلام يلعب دور كبير ودور مهم جدا في تحسين صورة الأشخاص المعاقين، باعتبار أن هناك الكثير مع الأسف من الصور النمطية والصور السيئة والمغلوطة حول هؤلاء الأشخاص المعاقين، من ضمنهم مثلا أشخاص ذوي الإعاقة الذهنية الذين يعتبرون في نظر الكثير من الأشخاص أنهم أشخاص ذكاؤهم قليل وأن فهمهم بطيء وما إلى ذلك من الأمور السلبية. الإعلام يلعب دور كبير في تصحيح هذه الصور المغلوطة عن طريق تنوير الرأي العام وإمدادهم بنتائج دراسات علمية في هذا الموضوع، وأيضا إثبات أن الأشخاص في وضعية إعاقة ممكن أن يكونوا ناجحين في حياتهم وفي دراستهم. وفي هذا الباب أعتقد أنه من الأشياء المهمة التي ينبغي أن ينقلها الإعلام هي قصص النجاح لهذه الفئات الهشة، سواء في المدرسة سواء في العمل سواء في الحياة الشخصية أو الحياة المهنية. كننظموا هذا اللقاء بشراكة مع المعهد العالي للصحافة والاتصال، مع مشاركة وسائل الإعلام المهمة في البلاد. إذن في اللجنة عملنا حول هذا الموضوع بصفة جدية، ولكن بمداخل متعددة، وفي هذا الإطار تبين لنا أن لابد أننا نزيد نقوي النهوض بهذا الإشكال اللي حقيقة مازال سيمكن خصنا، ولو أن عندنا سياسات عمومية حقيقة اللي كتساهم للرفع بوسائل والمساعدة إلى آخره، تيبان أن لابد أننا نزيد نقوي النهوض اللي هو في المهام ديال اللجان الجهوية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بهذا الوضعية ديال الأشخاص اللي هما في حالة إعاقة، وأننا نعرف أن هناك إعاقات متعددة ماشي شكل واحد من الإعاقة. وأيضا تساءلنا هل لا يمكن أن وسائل الإعلام تقوم بهذا الدور بصفة مكتفة، وفي هذا اللقاء غادي نشاوروا معهم شنو هما الوسائل اللي يمكننا نتوجهوا لها او اللي يمكن لهم هما يستعملوها باش يكون واحد نقزة نوعية للتعريف ولمساعدة ولتطور السياسات العمومية في هذا الميدان.